صلاح اتقال انه بس هو اتاخر شويه يا استاذ حسن. لا انا اعتقد انا ما عنديش معلومه مؤكده بس انا اعتقد يعني ان هناك في عقده ما ينص على اعتقد ما انا ما اعرفش ربما يكون فيه في العقد سياسه يعني الالتزام بان ما يبقاش في سياسه في ملعب ليفربول اعتقد يمكن. وهو لما يمكن يوقع العقد لما وقع العقد ما كانش يتوقع ان في المعركه او الحرب ما بين هو لما اتكلم لو على فرض ان هو مكتوب كده في العقد اتكلم على اساس ايه هو مكتوب في العقد؟ هو كلامه كله حتى الناس كلها في تعليقاتها يعني او كتير منهم كلام العايم الكلام مش عارف ايه كلام من ده لا هو اتكلم على العنف وعلى وعلى اتكلم كلام فيه منطق طبعا وفي يعني ورفضه للمدنيين والاعتداء على المدنيين دي كلها كلام يعني ما هوش تجريم حقيقي لإسرائيل لكن الكلام الرسالة بتاعته وصلت يعني. هل احنا بنطلب من صلاح دايما الأكتر من اللازم ولا احنا طلباتنا من صلاح دي؟ بص الطلبات كلها مشروعة. أيوة. انت ده فنان لا سواء فنان او رياضي واصل للعالمية والقوة التأثير بتاعته هايلة لأن الناس طبعا بتطلب منه موقف. على فكرة الناس مش بتطلب الموقف ده كمان مش بس عشان فلسطينيين عشانها هي هم عايزينه يبقى معاهم يعني أي مواطن مصري رافض الجريمة اللي بتعملها إسرائيل في غزة صح هو عايز النجم بتاعه انت بتاع أنا مش بتاع أوروبا النجم بتاعه يبقى معاه يبقى زيه ببساطة. حتى كمان تفسير علماء الاجتماع يعني في قيمة الكورة وشعبية الكورة ان الرجل المتفرج ده بيشوف صلاح لما بيجيب جون وينتصر وياخد بطولة هو اللي كسب هو اللي بطل صحيح فصلاح هو انا مش انا يعني صلاح بالنسبة للجمهور بتاعه لكل واحد هو 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 صلاح فعايز صلاح يتكلم بلسانه ويعبر عنه أنا بدافع ومقتنع وضد موقف الإسرائيليين مع أهل غزة أنا عايز صلاح يبقى زيي بس فعشان كده طبعا كان في نقد عنيف طبعا وخصوصا كمان إن في بعض اللاعبين العرب زي يوسف عطال وزي غيره كان ليهم موقف مناهض للحرب غزة للحرب الإسرائيلية على أهل غزة وتعرضوا لعقوبات وبعضهم يعني كان في تهديد بالغاء العقد انما حتى بنزيما يعني كان جاله انذار بالايقاف ومش عارف ايه انور الغازي امبارح كان معايا والده على التليفون انور الغازي لاعب ماينز وكان لاعب قبل كده استون فيلا مع محمود تريزيجيه اتوقف وغالبا هيتفسخ عقده كمان في ماينز الالماني ووالده امبارح قال ان هو لاعب مصر على موقفه حتى لو اتفسخ عقده بص في ازدواجيه طبعا يعني هم يعني يقول لك بلاش سياسه في الرياضه ولما يجي بقى على مزاجهم يقولوا لعلي لطفي بطل السكواش بتاعنا بعد ما خد بطوله وهو بيستلم الجائزه ايه رايك بقى في اعتداء روسيا على اوكرانيا؟ قال لهم يا سلام هو انتوا النهارده افتكرتوا عايزين نتكلم في السياسه؟ طب انتوا بقالكم 74 سنه الكلام ده سنه اللي فاتت 22 بقالكم 74 سنه مش شايفين فلسطين بيحصل لها ايه؟ طب انا عايز اتكلم على فلسطين بقى شعب بيعاني من احتلال اسرائيلي وانتوا لازم الناس اللي في الانجليز اللي كانوا موجودين في المدرج قعدوا يسقفوا له لما تخاطب العالم بمنطق وتختار لغتك يعني تختار مش اللغه الانجليزيه او عربي او كان لا الصياغه بتاعتك هل احنا محتاجين لازم او هل احنا لازم عشان نخاطب الغرب لازم نخاطبهم باللغه الانجليزيه او اللغه العبريه او اي لغه؟ لا ممكن طبعا حتى بلغتك بس يبقى فيها منطق من ناحيه الترجم لكن مصر. لكن بص لغه التواصل يعني لما تبقى بتتواصل بلغه بتاعتهم ممكن بس. انا اقول لك حاجه اتفضل انا اعرف ناس يعني يعني شخصيات مصريه عظيمه جدا بتسافر برا بيقعدوا مع في مؤتمرات في ايطاليا مثلا بيتكلم فيتكلم ويبتدي واحد يترجم له او يخليه يتكلم بالعربي يقول له اتكلم بالعربي وانا هنتكلم لك الايطالي يقول له لا لا انا هتكلم بالايطالي لانه بيجيد اللغه الايطاليه تاثير
كلامه باللغة الإيطالية بشكل مباشر، بشكل مباشر بالوسيط للجمهور الإيطالي اللي قاعد، تأثيره فظيع. طبعا احنا لازم نستفيد من ده. وعندنا ناس كتيرة قوي تقدر تعمل ده، يعني بقى عظيم. بنشوف يعني.